الو عولا، قولي عليك ساعة ونص خطلك مشغول. انا لا كنت عم احكي مع حدا. ايه امبارح رجعنا المسجد ظريفة يعني. ولك هي قطع التليفون وساعته. بربي ليش ما اجيتي لعندي؟ لك مين ما سألتي وين بيت الدكتور محمود بدلوكي؟ يلا يا بنات خفوا ليدكم شوي. ماما ايناس كيف خلصتي طب وضوضكم؟ هي مو باينه امراض فاتن، هي بدهم معرفه. ماشي يلا يا بنات بسرعه بدي همك. هلا بحكي مع عمي، عمي بيدبرها ببساطه. خليه يحكي مع الوزير شخصيا. ايه اكيد وزير التربيه صاحبه. اسمعني قلك سكري بعدين برجع بحكي معك. ايه باي. لك بنتي اتركي التليفون وخلصينا مع اسامي واخواتي. الو مرحبا حبيبتي. بنتي الدكتور محمود لو سمحت. بنت اخو فادي. شكرا. الو كيف حالك؟ شو اخبارك؟ عمو هلا اتصلت فيني وحده رفيقتي وقالت انه نتائج البكالوريا صارت خالصه. ابوها رح يجيب لها اياها مديريه الامتحانات. ايه بس يعني حسيتها عم تجاكرني، يعني ليش هي فيها تعرف نتيجتها قبل بوقت وانا لا؟ طيب ما زال مو محصل الشغل. الله يوفقك شوف لي اياها. ايه امتى اتصل فيك؟ طيب ما تفشلني قدام رفيقتي يا عمو. يلا فاتين باي. ايه مع مين كمان بدك تحكي؟ يلا قومي ساعدينا. لك ايه مو شايفتيني مشغوله؟ مشغوله بشو؟ بلد الحكي؟ قال وزير التربيه صاحبه لعمي. ايه شو عرفك انه يطلعوا اصحاب؟ لا مو اصحاب، بعدين بلا الفشخره ما حلوه. يلا سكري لشو. يلا قومي ساعدينا. طيب صار لي زمان ما حكيت مع رفقاتي، من وقت ما طلعنا على البلدان؟ ما حدا قال لك ما تحكي معهم من البلدان. ايه ما اجى على بالي. شوفي لأمي انا عمالي بتفوتي بتساعدينا بتساعدينا، مو شايفتيني انا وامك واختك عم نشتغل؟ يلا لشو كمان. يا بنتي حاجة تليفون قلت لك. شرفي معي هلا بتاخدي المسح عن ايد اختك فهمتي بالصالون، بعدين بتروحي على المطبخ بتنزلي لي القطرميزات لانه بيكونوا تملوا غبره فهمتي. خلصينا يا امي لسه قدامنا طبخ. يلا